وصعد الدرج مشتا يعتلي منبر وتشوفوا الجموع وتزقف له. طلع الدرج تينزل منه محكوم بالأعدام وبالموت، لأنه درب السما مش درج، هي صليب، ولكن كان درج القيامة. سانتا سكالا درج هيدا بيجوا من كافة أقطار العالم تشوفي شو هالرهبة، نشوف نحن شو هالرهبة قدام هالدرج كيف بينزلوا، بس يوصلوا إلى الدرج بيطلع عليه رافعين. طلع عليه هذا الدرج وقت المحاكمة، وقت تحاكم سيدنا يسوع المسيح، حاولت اطلع عليه رافع يعني، بس بيوجع كتير يعني فعلا، انه تحسي درج الام، لانه حتى نوع القشب قاسي كتير، بس كتير حلو وكمان خشوعي. بنلاقي بقى على الدرج بنلاقي اشياء كتير كمان بتذكرنا بمحاكمة سيدنا يسوع المسيح، حتى بس نوصل لفوق يعني، لحتى نحن كمان نشارك سيدنا يسوع المسيح بألمه. ولما نوصل لفوق فعلا بيلاطس اندهش وتعجب من هالوجه سيدنا يسوع المسيح اللي عم بشع نور، مش بس عم بشع نور، عم بشع نور ومحبة ووداعة. كلهم هودي شافهم بشخص سيدنا يسوع المسيح اللي خلوه هو يوقف قدام ضميره ويتساءل ويسأل، يتساءل ليش هالشخص جاي لحتى يحكموه. نستفيد من بعض الأبحاث العلمية السياسية العسكرية اللي كانت موجودة آنذاك والاجتماعية. هلأ في البعض بيقولوا بالدراسات توصلوا لها انه بيلاطس كان شوي خايف على مملكته، لذلك الامر كان يخاف يرفض لهم طلب لليهود. بين 29 ميلادية و 32 ميلادية بهالفترة الزمنية بس من 3 سنين، بيلاطس حاكم اليهودية الروماني كان اصدر قرار بحط في حكم الاعدام فقط بايده هو، يعني لا الملك هيرودس ولا رئيس الكهنة ولا ممن كان، اي ضابط اي ممن كان ترتبته يهودي او روماني، له الحق يقتل شخص إلا بإذن منه هو. سو حكم الأعدام بده يمرق ببيلاطس شخصيا. كان يخاف يرفض لهم طلب لأنه كانت المقاومة تبعهم كلها جاهزة لحتى تنقض على الرومان لحتى يشحطوهم. أورشليم واليهودية كان بفترة زمنية سياسيا مضطربة جدا، كان بيتطلب حضوره هو لضبط الأمن، ولما حكم عليه بالموت دغري قالوا خذوه عن بيلاطس، لأنه بدنا حكم الأعدام، ما بدنا بس نعذبه أو نهزبه أو نربيه، بدنا نقتله. وهن قدموا سيدنا يسوع المسيح، وحتى بيقولوا هون كمان نقول يهوذا بيس سيدنا يسوع المسيح، وسلموا نشوف وخانوا، كان مسميها خيانة، بس هو فعلا كان بده يشوف إذا فعلا هو المسيح المنتظر ولا بده واحد غيره. بعض المحللين الكتاب المقدس بيقولوا إنه هو من جماعة مصادة، جماعة مصادة اللي هن كانوا عم بيحضروا لمجيء سيدنا يسوع المسيح بأساليب عسكرية وبأساليب القوة، وكان عندهم هني الاقتناع اللي هني بعضهم كاملين لليوم تقريبا، اللي هني بيعتبروا انه المسيح بده يجي مسيح أرضي، مسيح بده يملك بده يحارب، وهني كانوا مستعدين آنذاك انه كانت عندهم كل المعطيات انه يقدروا يحرروا اليهودية ويقدروا يستلموا السلطة. وفعلا لما سلموا سيدنا يسوع المسيح وما قاوم وما أعلن الحرب، هن خاب أملهم. هو أكتر شيء اللي هن اثنين اللي خابوا أملهم، مش بس هو يعني كل التلاميذ، بس أكتر شيء يهوذا وحتى بطرس. بطرس أدى إلى نكرانه، لأنه حتى بطرس لما إجوا بدهم يلقوا القبض على سيدنا يسوع المسيح شو عمل؟ شال السيف. شال السيف ما هذا بده يقاوم بالسيف. قال له سيدنا يسوع المسيح رد السيف إلى غمده، لأنه ما يؤخذ بالسيف يرد بالسيف. بقى من هون ما كانوش فاهمين هالاسلوب تبع سيدنا يسوع المسيح الخلاصي اللي هو اجا لحتى يحررنا من خطايانا بمحبته وبتحقيق مشيئه الله. من هيك بصلاته ببستان الزيتون، يا رب ان شئت ان تبعد هذا الكاس عني، ولكن مشيئتك لا مشيئتي. وهون حتى برساله الى العبرانيين اتيت لاتمم مشيئة. لو يسوع حكم عليه بالموت سنة 28 ميلادية أو 35 ميلادية كانوا رجموه برات أورشليم، ما كانوا صلبوه. صلب لأنه حكم عليه بالإعدام بهالفترة هاي.